بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء على قناتي وقناة اليوتيوب وأصدقائي على صفحة الفيسبوك، أهلا بيكو. معكم أيمن إبراهيم في خاطرة جديدة من سلسلة خواطر إدارية وموضوع جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع كتير بتسأل عليه على صفحة الفيسبوك وخلال زيارات البعض الأماكن. هل الشهادات مهمة ولا إن أنا أعرف المعلومة؟ فعنوان الخواطر، سلسلة الخواطر دي اللي هنناقشها، اللي هي الدورات التدريبية وحديثي التخرج. دايما الموضوع ده بيبقى شاغل بال كتير من الشباب والشابات، وانا بزور المصانع او ناس بترسلني، هل انا اخد شهادة ولا ان انا كفاية ان انا اعرف المعلومة؟ طيب خلينا قبل ما نجاوب على السؤال ده نشوف الفرق ما بين الاتنين واهميتهم في الشغل. اول حاجة الشهادات مهمة ليه؟ أول حاجة إن هي بتقوي السي في بتاعتك. أنت لما بتبعت لي سي في والسي في فيها بكالوريوسك وبس، فبيبقى فيها نقطة ضعف إن أنت ما نمتش مهاراتك، إن أنت بتديني دليل إن أنت مش واسع المعرفة، ما بتحاولش تطور نفسك. فكون ان السي في ما فيهاش غير البكالوريوس بس، دي نقطة ضعف لازم تتجنب. الحاجة التانية وجود الشهادات، وخاصة اللي هي مرتبطة بالكارير الوظيفي او الوظيفة اللي انت بتستهدفها. يعني اما بلاقي واحد واخد دورات مشتت نفسه، فاعرف ان هو مش عارف هو عاوز ايه. فدايما تبقى حريص ان الدورات كلها بتصب في الهدف اللي انت رايح له. فوجود الدورات بتخليني اختار السي في بتاعتك من ضمن عشرات السي فيات اللي بتجيلي. خلاص، يبقى من السير الذاتيه اللي بتجيلي انا بنتقي السي فيات اللي فيها الدورات اللي بتخدم الوظيفه او المنصب اللي انا بعين عليه الموظف. يبقى بالتالي الشهادات بتقوي السي في بتاعتك، بتخليك من الشورت ليستد اللي بتنتقوا عشان يتعمل لك انترفيو. خلاص، و زاد اهميه الشهاده الجهه اللي مديك الشهاده. كل ما كانت الجهه قويه علميا، ما بتكلمش على جامعة أو كلية أو كده، لا، جهة معروفة إن هي في الموضوع ده قوية. يعني بتقولي مثلا أنا خدت مثلا 6 سيجما، تقولي أخدتها لي في كلية مثلا إكس، مش عاوز أقول طبعا أسامي الكلية عشان الناس ما تزعلش، لا، الكلية دي مين فيها يعرف 6 سيجما؟ حتى لو جاب حد، لو تقولي واخدها من جامعة أمريكية، أوكي، أو واخدها من مركز كذا أو من مركز كذا، ماشي. فالمهم في الدورة، مش الدورة في حد ذاتها مهمة، ولكن الجهة اللي هي اديتك الدورة وسمعتها في المجال ده أو في المواضيع دي برضو إيه نقطة قوة. يبقى الشهادات يا جماعة مهمة، بتقوي السي في بتاعتك، بتخليك من الحاجات الشورت ليستد، ودايما تنتبهوا للجهة اللي انتوا بتاخدوا منها الدورات. كل ما كانت الجهة قوية، كل مكان بتدي قوة للدورات دي، وبتساعد برضو في عملية الاختيار في وانا بختار السي في بتاعتك. طيب النقطة التانية، هل الشهادات كفاية ان انا اشتغل؟ الاجابة لا، مش كفاية. كتير ناس السي فيات بتشدنا، بتبقى قوية جدا، نيجي نقابل الراجل ونيجي نكلمه في الشهادات اللي واخدها دي، نيجي نسيها. فالمعرفة برضو مهمة. الشهادات هتقربك وتدخلك باب الشركة وتديك opportunity ان انت تعمل interview، ولكن المعرفة النظرية والمعرفة العملية هي اللي هتديك انك تاخد الشغلانة وتعدي الثلاث شهور وتعدي اول سنة. يبقى انا عندنا ثلاث مراحل في التوظيف، المعرفة فيهم بتلعب دور مهم. خلاص الشهادات دخلتك وعملت انترفيو ونجحتك ان انت تقعد في الشركة، بقت شورت ليستد. طب عشان اختارك يبقى لازم عندك حد ادنى من المعرفة. انا مش همتحنك امتحان نظري او تحريري، اسألك اسئلة عامة، تعرف ايه عن الهاسب، تعرف ايه عن الكواليتي، ايه الفرق بين الكواليتي كنترول والكواليتي امبروفمنت، تعرف ايه عن البروبلم سولفينج، تعرف ايه عن السيكس سيجما. يبقى ابتدي اسألك اسئلة اتاكد منها ان انت فاهم بشكل عام، دي ممكن اختارك وعينك. خلاص، يبقى المعرفه الاساسيه والمامك بالمواضيع العامه بتاعه الشهاده بتديك الفرصه ان انت تتعين.
طب في خلال التعيين عندك 3 شهور، 3 شهور دول بحطك في شوية اختبارات صغيرة معايا. ال3 شهور دول لو انت معرفتك نص نص وبتأدي وشغال معايا خلاص اوكي، انت بتعدي ال3 شهور دول. يبقى ال3 شهور دول بتقول اه ده يجي منه. طيب لو انت ما عندكش معرفة تطبيقية او عندك عمق شوية في السنة دي انت بتتكشف معايا، يجي اخر السنة اقول لك متشكر يا فلان، متشكر يا فلانة. وحصلت معانا كتير ان الناس اتغرينا بيهم في الاول، عارف معلومات، بيعرف يبيع نفسه كويس، وافقنا ان هو يجي يشتغل في اول 3 شهور، يعني يجي منه مش وحش قوي، فما فيش حاجة تخلينا ان احنا نمشيه. ان القرار انك تمشي حد بعد 3 شهور ده قرار صعب جدا، فبتدي له فرصة سنة. في خلال السنة يا بيقدر يكمل معاك يا ما بيكملش معاك. يبقى الإجابة على السؤال الاتنين مهمين، الشهادات مهمة والخبرة العملية والمعرفة مهمة. طيب هنختم بالموضوع ده بسؤال بيتسأل، طب أنا ما اشتغلتش قبل كده أعمل إيه؟ ما اشتغلتش قبل كده يبقى تغطي الخلل او قلة الشغل ان انت تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب على الحاجات دي بتتطبق ازاي، تقرأ كيس ستادي كتير، فبالتالي تعوض جزء من الخبرة. مش هتقدر تعوضها 100%، بس على الاقل تبقى انت قريت 10-15 كيس ستادي عن الموضوع ده، واتفرجت على 3-4 فيديوهات بتشرح الموضوع ده بالتفصيل خلاص، وبتشرح البراكتس بتاعه. يبقى اكتساب الخبرة يا اما بالشغل يا اما بالقراية في كيس ستادي كتير خلاص. يبقى ده ايه مهم جدا ان احنا نقول في الاخر ان الشهادات والمعرفة الاتنين دول جناحي النجاح وطريقك ان انت تشتغل او تلاقي فرصة كويسة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهارده في هذه الخاطره، وهنستكمل ان شاء الله المره الجايه في خاطره جديده من خاطر اداريه، وهنكمل على موضوع الدورات وحديثي التخرج، ونشوفكم على خير ان شاء الله.